السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من لقمه هنيه. التلات طبعا كالعاده عارفين يوم اكل الشرقي او الاكل الشعبي، بنحاول دايما مع حضراتكم نعمل اكلات تكون مختلفه ويكون الموضوع ليه طعم وليه مزاج. طبعا عارفين ان امبارح كان الاثنين وكسرنا الروتين، فكره السمك وفكره النهارده كمان هنكسرها شويه لحد اخر اسبوع. قلنا نتكلم على اللحوم عشان طبعا بمناسبه حضراتكم طبعا عارفين كل سنه طيبين ان شاء الله، يعني اخر اسبوع يوم الجمعه عيد الاضحى مبارك. فامبارح اشتغلنا بجزء كبير جدا من انواع اللحوم البقري، وكالعاده زي كل سنه بنجيب لحضراتكم خروف ونبدا نشتغل بيه لحد اخر يوم لحد ما يوصل للفته، وبنتكلم بشكل بسيط وبنفصص وبنقطع. وعندنا كمان ان شاء الله تقرير حلو جدا، رحنا مزرعه واشتغلنا بحاجات تفاصيل كتير جدا لازم حضراتكم تشوفوها اكتر ما اتكلم عنها، ولكن وقتنا دلوقتي هنخش نتكلم على الخروف. حتى المفروض ميعادنا كالعاده بنطلع فاصل بعد المقدمه، انا مش هطلع فاصل، نشتغل على طول مع حضراتكم عشان نوضح كل حاجه ونحاول نكسب وقت. دايما تفاصيل اللي بتكلم عنها على فكره الخروف او على فكره الذبح عامه بحط نفسي دايما مطرح حضراتكم، يعني اللي رايح يشتري حاجه لوحدها من غير ما يكون عنده ذبح، وكمان اللي عنده الذبح بتاعه اول يوم العيد والسيد الجزار ساب الخروف وروح واحنا مش عارفين نعمل فيه ايه، او حتى لو قطعه لنا وبعد كده بقينا برضو مش عارفين نعمل فيه ايه. فدوري المفروض ان انا اوضح لحضراتكم طبخه ايه، لا يطلع منه ده يخش فته، لا ده ممكن يطلع منه يبقى صينيه، لا ممكن يبقى رقبه، ممكن يبقى كبسه، ده دورنا. حتى لحد الكبده، لحد كل حاجه دايما بنحاول دايما مع حضراتكم كل سنه بنيجي اول اسبوع او اخر اسبوع في العيد بنتكلم بكل التفاصيل. ده خروف. الفكره ان الخرفان دايما اللون الاحمر ده، بس عايز اوضح وكل ده هنشوفه برده ان شاء الله مع حضراتكم بكره او بعده في التقرير يكون واضح. اللون ده هو طالع من المذبح او طالع من المجزر، فواخد اللون دوت او واخد التاريخ الذبح بتاعه بكل تفاصيله كلها. بيجي عندنا بيبقى كده. دايما انا عايز بس اوضح حاجه صغيره جدا قبل ما اشتغل في الخروف. انا بقول ان ما نذبح دايما، اول ما نذبح الخروف او ما الخروف يتذبح ما ينفعش نطبخ منه على طول. انا بتكلم بكل صراحه بروفيشنال، يعني ما ينفعش نذبح منه على طول وما ينفعش نكيسه ونحطه في الفريزر على طول. ليه؟ لازم الحاجه تاخد وقتها شويه وتبدا تتشمع. يعني ايه تتشمع؟ مش دايما لما بروح عند اي جزار نشتري منه لحمه بتلاقيه معلق اللحمه ولافف عليها حواليها شاش كده، والشاش ده لونه ابيض بيبقى كمان مبلول. هو ده الفكره كلها، ان هو بيشمع اللحمه بيحافظ عليها من طبعا الاتربه لو هو في الشارع، والناحيه الثانيه بيحاول دايما يخلي اللحمه بتاعته تكون طازه ولكن بتتشمع. تتشمع اللي هي تنشف شويه من الفريش. طب لو طبخنا على طول وهي من ايد الجزار هتلاقيها لسه فريش، ومش يعني تخلي اللحمه تتشمع. ولو حطيناها في اكياس وحطيناها في الفريزر على طول هتلاقي برده الموضوع لسه اللحمه سخنه، وده غلط، فالدم اللي موجود فيها ممكن يبقى الموضوع مش لطيف. طيب الخروف دايما بيبقى بالشكل دوت زي ما حضراتكم عارفين، بيبقى عندنا كل الاجزاء فيها نتكلم عليها برده بكل التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما ساعات الجزار بيسيبه لنا مفتوح بالشكل دوت ويبقى خلاص متشكرين. انا دايما بس قبل ما احاول افتح واعمل هوضح كل حاجه. الخروف اكتر حاجه تمشي فيه عندنا الزندين وعندنا الفخدين، حلو الكلام، وعندنا بيت الريش شمال ويمين. الكفر اللي عليهم اللي هو الدوش اللي دايما بنتكلم عنه بتاع الكفته. بنيجي الاول بسم الله الرحمن الرحيم نعمل من هنا كده معايا حمد خالد، حلو الكلام، نوسع ونمشي بالشكل ده كده اهو اهو بالشكل ده كده اهو بسم الله اهو. انا بس ايه يعني رجل تحت ورجل فوق اهو كده اهو. ونيجي الناحيه الثانيه، خلينا حتى نخلصها من مره اهو. ده كده بيخش معايا في المفروم، المفروم الكفته، الكفته الحلوه يعني بحبها دايما، حلو الكلام. هاجي الناحيه الثانيه نفس الموضوع وابدا امشي كده اهو من عند بيت الريش لحد ما اقفل الحته دي، نفس الموضوع، حلو الكلام. بقت الموضوع معايا قدامي زي ما حضراتكم شايفين، الخروف واضح قدامكم بشكل بسيط. هاجي هنا عندي هنا دي كلاوي، شايفها يا حماده اهو، بقى هعمل كده هوريها برده لحضراتكم واحده واحده اطلعها. وعندي الناحيه الثانيه الكبده مع القلب، ببدا بسن الزكيه من قدام كده من فوق اهو، انت معايا يا حماده اهو، وابدا هشيلها كده بشكل بسيط اهو. ماشي يا فندم، ادي الكبده بتاعته معاها القلب اهو. ده كله هنشتغل بيه طبعا، كل يوم هنعمل طبخه وكل يوم هنشتغل واحده واحده. طبعا كل الدهن ده كله بيجي من هنا كده بسم الله، ده بيمشي معايا بقى في منه المنديل
اللي هو بتلف منه، وفي منه كمان اللي بيخش معايا في المفروض حسب ان انا عايزه. بص الكلوه الثانيه فين حته عملها شايفها اهي بايديك، اهم حاجه يكون بتشمع الخروف. ادي الكلوه شايفها دي تبقى حواليها دهن زي ما حضراتكم شايفين اهو اهو، بس بحب اوضح كل حاجه. ادي الكلاوي اهو، فص الكلوه اهو كده اهو، وبروح عامل ايه جاي عامل كده، وادي شايف عمده ادي الكلوه اهي شايفها، نشيل الكفر بتاعها بالشكل ده كده اهو، ودي جاهزه معايا على التقطيع وعلى كل حاجه اهي فريش اهي، افتحها كده بالراحه اهي ماشي يا باشا. طيب هنيجي نعمل ايه دلوقتي؟ هنشتغل في حاجتين النهارده، هنشتغل في الزند نعمله كبسه ونكسره، وهنشتغل في الرقبه. هنجيب الزند كده بسم الله، واعمل كده وراح جايب كده اهو اهو، حلو الكلام ده. اول زند الرقبه جنب الزند الثاني، لو هشتغل فيها اروح اعملها كده اهو لحظه واحده عشان كل حاجه ليها حاجه. ماشي الكلام، ادي الرقبه. تعالى بقى ناخد الزند وناخد الرقبه ونطلع القطاعه ونشوف هنعمل ايه. جزار نظيف والله، لو حد عايزني في العيد كده اول يوم العيد انا موجود يعني. ده الزند شبيه للفخده ولكن سهل جدا في تقطيعه، هنشوف الموضوع ماشي ازاي. بتقطع طبعا، ممكن نقطعه وممكن نضافه حسب اللي احنا عايزين، ممكن نشيل بس حته الـ الوش بتاع الختم ده ونشتغل على مزاج كده اهو. ننظف الحاجه كويس، الدبري ده كله ينفع معايا لو انا ما فيهوش ختم كتير يمشي معايا في المفروم. ننظف الحاجه كده واحده واحده اهو على الوش لحد ما نوصل للحمه اللي احنا بنحبها او الشكل اللي احنا عايزينه اهو. اجي هنا برضو نفس الموضوع، همشي كده بشكل بسيط جدا اهو على الوش اهو لحد كده على ما اعتقد، ما نزودش تنظيف اكتر من كده. طبعا الحاجات دي كلها تخش معايا في المفروم، حلو الكلام. هجيب عندي لو انا هشتغل بالزند ده، اول حاجه دي العكشه دي، بجيب عندي ظهر الساطور واعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم، حلو الكلام اهي كسرت، واجي هنا كده اروح مطيرها، تاخد معايا وزن حجم في الحله ومش هتديني فايده في الاخر. واجي كده اروح ايه مفصص كده بسيط اهو، وجاي هنا كده كمان، وجاي هنا كمان. التفصيصه دي بس انا بعلم من السطور هينزل على فين، هي ما بتتشفاش زي ما هي كده. هاجي هنا كده بسم الله، واللي بعديها كله بتقطع او بتكسر عظمه في بعض. بص عامل ازاي اهو، حلو الكلام. هاجي برده دي كمان بالمره، نديها واحدة ودي نديها واحدة اهو، اتكسر كله عظمه في بعضه. لو عايز اشغله على على كده ما عنديش مانع، عايز اقطعه في الاخر برضو ما عنديش مانع. هاجي الرقبة نفس الموضوع، الرقبة صينية ما فيهاش كلام، نضف برضو شوية حوالين الدهن كده. طبعا ناخد بالنا شوية ان السكاكين بتبقى حامية، ربنا سبحانه وتعالى يسترها ان شاء الله. نشيل أي دوبري زيادة عشان نعرف بس نقطع ازاي ونوضح الأمور بشكل يكون بسيط لحضراتكم. هو الخروف ما شاء الله محترم، فبيبقى باين جدا واضح كميته قدام حضراتكم، بيبان من الرقبه بيبان من شكله. طبعا كل اللي بطلعه ده كله انا مش هرميه، ده انا هشغله عندي في المفروم، ده احلى كفته، كفته الدوش وكفته الدوبري اللي طالع من الدهن. هو اصلا كمان الخروف ما بيطلعش منه غير يعني كميه من الكباب وكميه من الريش حسب حجمه طبعا، 4 كيلو 3 كيلو حسب اللي عندك، والباقي كله بيبقى كفته، ده معروف يعني. حلو كلام لحد كده، كلام جميل. نعمل كده تروق مكاننا، بس نحط حاجتنا قدام حضراتكم واضحه بسم الله. ماشي الكلام، شايف المنظر، تقطيعات سلايز على قد ما نقدر اهو. ماشي يا عمنا، واضح الكلام قدام حضراتكم. انا بس ايه مش حابب جو الترزيع اللي عمال اعمله قدام حضراتكم
والسكينه رايحه وجايه وبتاع ومش عايز اعمل كده. فانا هطلع فاصل. ليه مش عايز تعمل كده؟ ممكن بعض اطفالنا او اخواتنا الصغيرين. عشان كده يعني انا بحب اكون حريص دايما في كل حاجه. هنقطع الرقبه في الفاصل، نرجع نكمل بيت حاجتنا واحده واحده. اتفضل. اهلا بيكم مره تانية مع الامه هنية. اتمنى اكون حاولت يعني على قد ما قدرت على قد خبرتي. طبعا انا مش جزار، انا بس احب اكون صريح مع حضراتكم. انا على قد جدا وبتاع اكل، وفي الاول وفي الاخر بحاول دايما اوصل لحضراتكم معلومه اكني قاعد معاكم في البيت، او اكني انا كمان هبدا هكون دابح في البيت وطبيعي زي اي حد في الدنيا. ليه بقول كده؟ عشان بس ما حدش يفهمني ان انا جزار او ان انا بعمل شغل الجزاري. بالعكس، انا راجل شيف بعمل اللي بقدر عليه قدام حضراتكم في كل حاجه، بوضح كل حاجه. الرقبه بتقطع ازاي؟ عشان كده بس حاولت ان موضوع الترزيع السطور والشكل ده ممكن بعض الناس تقلق منه او تخاف. الاطفال حاجات بالشكل ده، برضه حريصين جدا على كل حاجه. والناحيه الثانيه ما حبيت بس اشفي او انضف على قد ما اقدر، عايز الحاجه تكون واضحه قدام حضراتكم بشكل بسيط جدا، وده المهم. قطعنا الرقبه بقى بالشكل ده قدام حضراتكم، وكمان الزند نفس الموضوع. هنبدا نخش على طول في مرحله التسويه. طبعا انا بقول لحضراتكم الساعه 2 ل 5 عشان بس نبقى واضحين من اول الكلام. هنطبخ وهنشتغل، بس انا بقول نص ساعه مش هتعملي حاجات كتير في التسويات. انا هعمل طريقه التسويات وهعمل الطريقه اللي ممكن نشتغل بيها، بس انا بقول لحضراتكم النص ساعه مش هتطبخ لي اكل كتير. انا بس صريح مع حضراتكم عشان نبقى واضحين. فبالنسبه لي انا هكلم بس على التسويات، على التقطيع، على الاجزاء اللي بنتكلم عنها. الحاجه بقى استوت لو معانا وقت هيبقى زي الفل، واتمنى ان زمايلي يساعدوني. مفيش وقت يبقى انا برضو وضحت من اول الحلقه، لان يعني دلوقتي الساعه 2 ل 5، ف 2 ل 5 دي المفروض انها هختم 2 ونص، بس بحب اكلم كل حاجه بصراحه. يلا بينا نشتغل وما نقطعش. بسم الله. فلفل اسود على وش الايه؟ الرقبه، وش وظهر. حلو الكلام اهو كده كده، وش وظهر. انا بس بحب ايه، قلت الكلمتين دول عشان انا عارف ان ممكن الوقت، مش ممكن ده اكيد الوقت مش هيساعدني، فبس اكون واضح قدام حضراتكم. ما طلعش حاجه نيه، ما طلعش حاجه شكلها مش حلو اقول لكم هو ده لا طبعا. انا صريح بس في كل حاجات. عندي حبه اعشاب زي دول كده، روزماري اكيد هيفرقوا معايا. الضاني ريحته دايما بتبقى حلوه لما بيتبل كويس، لما بيخش في مرحله تتبيلات كويسه، لو حتى كان في المشويات او كان حتى في الطواجن او الصواني. انا بس بتكلم بكل حاجه بوضوح. اقلب كده حبه الاعشاب دول مع بعض، هديها توم ولكن مش دلوقتي، لان التوم اللي عندي كله مفروم فهيتحرق مني اول ما انزل بيه على النار. حله سخنه جدا، بسم الله كده اهو. وبعد ما انا عملت التركيبه دي كلها كده، عايز اخلي الحاجه تكون ليها نفس كويس ومتظبطه. يا رب ليها قدامي اهو. تعفير الدقيق، بتهزر ولا ما بهزرش؟ هوريها لكم. قصدي تعفير الدقيق، جربوا بس الطريقه دي مش هنخسر حاجه. تعفير الدقيق دي هتبدا تقفل مسامات اللحمه، ما تجيبش مني ميه، ده رقم واحد. رقم اتنين، اديها سنه كريسبي لو انا عايز اخليها متشوحه قبل ما اسلقها، عشان مش عايز اسلقها بعد كده وهي فيها عظم، فكمان انا عايز استفيد بكل ده كله. يبقى انا تبلت سن الدقيق بسيطه، هجيب عندي زيت عباد او ذره، حاجه تستحمل شويه معايا التسويه. حبه الزيت حلوين كده، وهبدا هروح عامل ايه جاي عندي. بسم الله كده اهو. ده اول الكلام. تعفير الدقيق بسيطه جدا، جربوها. دايما جماعه الاجانب حتى لما يجي يعملوا الطريقه دي بيعملوها في اكتر في العكاوي، يبهروها وتبلوها ويدوها سن الدقيق. اي حاجه فيها عظم تاخد سن الدقيق تبقى ماسكه نفسها. هنشوف بحضراتكم واحده واحده. طيب ده بالنسبه لاول الكلام، بس لسه ما استقبناش ولسه ما اشتغلناش. دي انا عايز اعملها كبسه، يعني دي هنشتغل في كبسه. طب الكبسه تعملها ازاي؟ الطبيعي يبقى عندي رز بسمتي، وهعمل لها خلطه حلوه جدا بالبهارات بتاعتي، الاعشاب، وهديها ليمون، وهديها كل حاجه، ليمون ناشف، وهديها كل الخضروات بتاعتي واشغلها عندي لو حبيت باي طريقه. كوبايه رز بسمتي تاخد ده كوبايتين من المرقه. انا بس احب اوضح كل حاجه واحده واحده. هبدا دلوقتي هجيب عندي الزند ده واديله عندي حبه ملح كده اهو، وهبدا برضو هحشي الزند ده من جواه حبه شرايح اهو. توم في النص كده، شايف بتكلم في ايه يا حماده؟ مطرح التكسيره دي.
ده لما يستوي الموضوع هيختلف تماما. اه حاول بس كده ايه اكون واضح مع حضراتكم، والتتبيلات كلها ما تبقاش واحده، التتبيلات كلها ما تبقاش واحده. حلو الكلام. سن البهارات حلوه مشكله من عندي طبعا، فيها فلفل اسود وكل حاجه. نفس الموضوع، مش عايز بس اقلب عشان الثوم ما يقعش مني، وخلينا بص بص على الرقبه وهي بتتشوح. شايف المنظر ده حماده؟ شفت القرمشه دي؟ سنه بسيطه جدا من فكره التحمير. سيبها خمسه ونرجع عليها تاني. هنا تبين ده كويس بحبه بهارات بسيطه وتمت تمام. هجيب عندي سنه زيت كده اهو، تسخن كويس، وبعد كده بجيب كده. عايز احط اعشاب ومانجا، انا حطيت في الناحيه الثانيه، لكن لو حبيت اضيف ما عنديش مانع، مش هيخسر. نجيب بس مقص كده اهو، وهبدا هعمل كده وابدا احشي مع الثوم. ده بالنسبه للكبسه، وهنحط لها كل حاجتها كلها دلوقتي حالا قدام حضراتكم. بس انا مشكلتي بس قلتها، الوقت معايا النهارده وارد، انا هتكلم لوجيك يعني، خلينا نتكلم بصراحه مع حضراتكم، ان ممكن عادي جدا ما ياخدش وقت التسويه اللي انا عايز اعملها. هعمل كده بسم الله وانزل بالشكل ده، ماشي يا فندم. واجيب عندي قرفه خشب واكسرها كده تنزل معايا في قلب الزند بالشكل دوت كده اهوت، واسيبها شويه. قرفه خشب بتدي تيست عالي جدا وريحه عاليه جدا. هرجع هنا للرقبه، كانت اللونين حلوين زي الفل، وش وظهر. طب هتعمل ايه؟ هبدا احضر عندي حبه بوكي جرني لطاف، اللي هو البصل مع الكرفس مع الكرات مع الثوم مع كل حاجه حلوه انا بحبها. خد الروات بتاعتي دي كده اهو، دي الرقبه اللي هشتغل بيها وهسلقها الاول، عايز اسوي الحاجه الاول. وعندي الثوم بتاعي على الوش كده، حلوين كده اهو، ماشي الكلام. وكمان هات الحته دي برده مفرومه، مش مشكله، يزود معايا التست لان مفيش ثوم خصوص قدامي. وعندي كمان ورق غار وحبه حبهان كده مشكلين مختلفين ليهم نفس كويس. وكمان ممكن في سلق الرقبه احنا كده كده عاملها صينيه، نحط لها طماطميه برده مش هتقولي لا، وسنه مستكه في النص كده، على ما اعتقد الامور واضحه جدا. تعالى بقى نبدا نسلقها ونديها ميه سخنه او مرقه خضار او ايا كان، ميه سخنه افضل. بسم الله بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. سيبها بقى خالص تتعايش، زي ما حضراتكم شايفين الامور واضحه جدا وبسيطه. ده بالنسبه للطريقه، حلوه جدا للسلق عشان نبدا نخش في مرحله التسويه. بعد كده نخش في الصينيه. الصينيه عباره عن ايه؟ عندي فلفل رومي، بصل، طماطم، وعندي كمان بطاطس. ده بالنسبه للرقبه. موضوع الزند، اللهم صل. بص يا سيدي كده، ده اللون اللي انا خدته سريع جدا، وش وظهر يبقى بالشكل دوت. برضو هبدا هنزل عليها دلوقتي حبه بهارات حلوين عشان برضو اثبت طعم فيها، بحيث ان هي تبقى معايا ثابته شكلا، والتقطيعه بتاعتها تكون متظبطه ومحشيه لو فيها اي حاجه. وبعد كده هبدا اشتغل بقى بمرحلتي واحده واحده. زي ما اتفقنا انا عندي الرز لو همشيه عندي عليها كبسه، بس لازم الاول اسويها شويه عشان الرز ما يستويش مني وما الاقيش في الاخر الزنده عندي او حته اللحمه ما استوتش، دي حاجه مش مظبوطه ومش صح. الكبده والقلب زي ما حضراتكم شايفينهم اهو، انا مش هحرقهم النهارده، مش عايز برضو يعني نعمل كل حاجه مره واحده. انا هدفي النهارده اتكلم على تفاصيل مهمه جدا، هنرفعها من جنب النار تخش على طول الثلاجه، وعندي ايه تاخد وقته كده واسيبها تتعايش معايا في المنظر. غطي عليها وارب الباب، وارب باب الحله. ليه؟ عشان ما تعملش معايا ريم، وعشان فيها عظم، ده الطبيعي وحاجه واضحه جدا. هاجي الناحيه الثانيه بص بصه كده على اللي بيحصل، زي الفل قوي. وممكن كمان اجيب السكينه وابدا انغز كده من الظهر، شايف الكلام؟ هي اصلا الخروف، بص اللحمه عامله ازاي ما شاء الله، شايف؟ بنغز بس كده اهو، شايف يا حماده؟ ليه بنغز؟ عشان هي برده تنجز معايا في التسويه، ده في البيت كمان حتى مش شرط يكون عندي، وبرده يكون كل حاجه واخده حقها. ان برضو حالا كل حاجه حالا. بص المنظر يا حماده، خدت الصدمه وتمام التمام. اقلب الناحيه الثانيه، بص الحشو اهو. نعم يا فندم، اتفضل. يا ايه صباح الورد يا فندم، من اهل اسكندريه حبايبنا.
يا صباح الفل على احلى شيف يا اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. عامل ايه يا شيف علاء؟ انا نعمة وفضل إيه؟ الحمد لله يا فندم. كل سنة وانت طيب ومدام طيبة وسعادة دايما يا رب. تعمل لنا كل حاجة حلوة كده. الله يخليك يا آية، كل سنة وانت طيبة. ايدك ايه الجمال اللي انت بتعمله؟ بص النهاردة بصراحة حلقة قوية جدا، جميلة جدا. يا حبيبتي ده من ذوقك، ربنا يخليك يا فندم. هي كل حلقاتك على فكرة قوية وجميلة بصراحة. بشكرك بشكرك يا فندم. إيه انا عايزة بس اعيد عليك، وعايز اعيد طبعا على مدام ريهام سعيد طبعا حبيبتي الكل طبعا. طبعا ربنا يخليها طبعا، ربنا يخليك. طبعا بشكرك. وعايزة ابعت طبعا مدام لمدام كريمة. مدام كريمه مين يا فندم؟ انا اسف، مدام كريمه اسكندريه، عايزه ابعت لها سلام. تمام تمام يا فندم، تمام. أيوة. مدام كريمه يا اهلا وسهلا. طيبين والقصه كله كويس. الله يخليك يا فندم، من ذوق حضرتك، ربنا يعزك وانت طيبه ومدام كريمه طيبه وام يوسف وكل الناس حبايبنا بتوع اسكندريه. بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك. حطيت عندي حبه ورق غار، حبه حبهام، وانا مظبط اموري للكبسه. ده كله للكبسه. هجيب عندي ليمونتين، المفروض بقى ان اسوي الاول زر الورد، الحاجات كلها بورد حلوه اللي بتدي نفس كويس جدا، وبعد كده ببدا احط عليها برده المرقه بتاعتي عشان تبدا تاخد وقتها، او الميه السخنه تاخد وقتها. بسم الله. ده بالنسبه للسلق في الحالتين، دي طريقه ودي طريقه. التاني هتطلعها بصل وكرفس وكرات وطماطم ومش عارف ايه، دي هتطلعها الاعشاب بتاعه الكبسه كلها موجوده عند العطار، وبصلايه برده من عندي اضافه كده مع زر الورد ده بيتجاب برده عند العطار، في حبهان، في المستكه، في كل الشقلباظات اللي بيحبها كلها للسلق. سيبها وتاخد وقتها وتتعايش. دي لما تتسلق المفروض ان انا عندي تو اوبشن، يا اما اصفي المرقه بتاعتها واشتغل بيها بالكبسه، او لو انا مش حاطط بصل كتير وخضروات كتير ممكن احط عليها الرز بس لما تستوي معاه، ده مهم جدا. الناحيه الثانيه اول ما احس ان خلاص دخل في مرحله التسويات وتبقى تمام التمام ناحيه الرقبه، المفروض والصح والمظبوط ان انا ابدا اشتغل على صينيه البطاطس بتاعتي بالرقبه بالبصل والطماطم، كله شرايح سلايس كبير، بصل طماطم فلفل، لو حبيت سبايسي ماشي، عصير طماطم موجود، ده كله نحاول نظبط الامور بس بعد الفاصل. اتفضل. اهلا بيكم مره ثانيه مع الام هنيه. طيب كنا قبل الفاصل اتكلمنا بكل التفاصيل على تسويه الرقبه، على سلق الزند عشان لو هنعمل بيه كبسه. الامور واضحه جدا وبسيطه، انا بس بحاول دايما والله بكل ما يعني اسهل حاجه، انا عايز اخلي الحاجه تكون سهله لحضراتكم حتى في في التشفيه. هنتكلم برضو ان شاء الله ممكن بكره على الفخده، ممكن نسيبها للاواخر لاخر يوم ان شاء الله، على يوم الخميس نبدا نشتغل بيها على الفته كالعاده. بيت الكلاوي هنطلعها واحده واحده، برضو نحاول نطلع الريش بشكل بسيط عشان اللي عايز يشوي. الدوش ده هنفرمه ونتكلم مع حضراتكم برضو بيتبل ازاي. يعني اهم حاجه نوصل لحضراتكم معلومات بشكل يكون بسيط، زي امبارح مثلا كان في يوم بقري حاولنا نتكلم على العرق الفلاني، العرق مش عارف ايه، بس دي الامور كلها. كان في ام فاضله امبارح معانا على الكفته، وانا وعدت حضرتك ان النهارده هعمل لك كفته، وفعلا هعمل لك الكفته. الكفته مقاديرها اسهل مما يكون، ولكن زي ما قلت حضرتك امبارح انا كمان هعمل لك بشكل بسيط، وانت قلتي كمان انا بحس ان يعني عشان انا طبعا سنها كبير شويه، ف يعني بتحس ان الكفته بتبقى ناشفه او عايزاها تبقى معموله بشكل طري. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هنفرم الكفته قدام حضراتكم تاني، يعني في قلب الكبه كده. حلو الكلام. نص كيلو لحمه ونبدا نضربه ضربه كويسه جدا مع بصلايه صغيره مش كتير اهو، دي نفس كويس، مع حبه ملح كله في الكبه، مع حبه بهارات مشكلين حلوين كده فيهم نفس كويس، فلفل اسود برضو زياده كده اهو. دي كفته بيتي عاديه جدا، لو حابين نديها فص توم يبقى الموضوع احلو اكتر واكتر، كمان فص الخضره لو حبينا نزودها حبينا، ما حبيناش براحتنا. نضربها ضربه كويسه جدا في الكبه. بسم الله. عايز نحط بقى ايه؟ شطه، نحط كمون، نحط كزبره، براحتنا. انا هعملها بطريقه بسيطه قوي.
وشين كده يعتبر، في وش اولاني والوش الثاني، نرفع السكينه ما تعورش لا قدر الله، ونجيب عندنا البوله الفاضيه ونطلع اللحمه. اه بقت الكفته زي ما حضرتك شايفاها كده، ما فيهاش اي حاجه خالص من الصعوبه. هبدا بس اجيب عندي حبه ميه، ونجيب عندنا صينيه فاضيه عادي جدا من غير اي حاجه خالص، وهعمل كده وهبدا هعمل ايه الكفته بشكل بسيط جدا. اي حجم بقى عايزها صغيره وسط زي ما حضراتكم شايفين، نعملها كبيره حسب اللي عندنا. الموضوع بسيط جدا وسهل، الفكره زي ما قلت لحضراتكم بس سنه ميه في ايدينا عشان ما تكلكعش الناس طالعه من المكنه. والطبيعي دايما احنا بنخلي كفته يعني لما نيجي نشتغل بيها بعد ما تطلع من المفرمه ما بتبقاش زياده عن اللزوم في التقليب كتير، لازم تخش الثلاجه شويه تشمع عشان تمسك نفسها، لان الكفته بيبقى فيها سن الدهن كتير، فالدهن دايما بيبقى عايز بس كده ايه حبه هواء كده حلوين ساقعين في قلب الثلاجه. حتى كمان اي دبيح زي ما قلت لحضراتكم من شويه الصح، على فكره الخروط ده من امبارح، الخروط ده انا ما بقتش اشتغل بيه يعني فريش يكون جاي النهارده، لا لازم يكون يعني واخد له وقت كده شويه في الثلاجه متشمع عشان اقدر اشتغل بيه واطلع زي ما حضراتكم شفت كل حاجه. هو الخروف شغله كله بيعتمد على الزندين اللي موجودين وعلى كمان الفخدين يطلع منهم حسب الرغبه اللي احنا عايزينه، وعلى كمان فكره اللهم صل على سيدنا الدوش، كميه الدوش اللي طلعناها من الجنبين اللي هم الكفر بتوع بيت الريش او الريش عامه، هو ده اللي بيطلع منه اللحمه المفرومه او الكفته الحلوه اللي هي الضاني. وعندي كمان الرقبه بيطلع معايا صينيه، وكمان عندنا الكبده والقلب بيمشوا زي ما احنا عايزين، نمشيهم اسكندراني نمشيهم مشويين، والاحلى يكون مشوي طبعا. وده كله ان شاء الله نعمله واحده واحده مع حضراتكم لحد ما نوصل ان شاء الله ليوم الخميس، نكون موضحين كل حاجه واحده واحده. دايما بعد انواع الكفته نقطعها لما نعملها في الفرن نعملها كبيره شويه، ليه؟ عشان هتكش كده كده، فنبقى برضو عارفين الامور ماشيه فيها ايه. انا بتكلم بكل وضوح وكل صراحه، نعملها بشكل بسيط جدا ما فيهاش اي افتكاسات ولا فيها حاجه، هتحط لها زيت او حط لها حاجه، لا اروح زي ما هي كده، هي تخش زي ما هي كده الفرن وخلاص، هي هتبدا تجيب منها فيها كده وهنشوف عامله ازاي. ممكن لو حبينا نعمل لها فحمايه ونحطها في ورق الومنيوم، انا ما عنديش مانع، ده كله عادي جدا برده ما فيش مشكله. شايف منظر المرقه بتاعت الزنده عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، شايفها يا حمود؟ عينيا الاثنين، مين يا فندم؟ طيب مين فيكم؟ لا هو على فكره يا جماعه ما ينفعش كده، انتوا الاثنين تكلموني في ودني غلط، واحد بس يكلمني في ودني بعد اذنكم. بتقولوا ايه اخر كلام عشان ما اسمعش حاجه خالص. الحاجة فاطمة أهلا بيك يا حاجة فاطمة. ألو. طيب كلمينا تاني يا حاجة فاطمة، خط قطع بيقولوا من عندك، ما أعرفش كان ده صح ولا غلط بس أكيد في انتظار حضرتك المرة التانية. كنت بقول إيه بقى مع حضراتكم من شوية، خلاص عملنا كفتة وتمام التمام، وزي ما حضراتكم شايفين كده الناحية التانية بكل بساطة وكل سهولة الأمور باينة جدا، حط عليها الرز تبقى زي الفل. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا هي شويه لسه ما استوتش، اه شايف المنظر عامل ازاي يا حمود؟ اه شايفها تمام جدا. ده المفروض بقى ياخد له مثلا ايه سلقتها كويس اهي، دي ريحه حلوه جدا يا شباب دلوقتي من نتيجه ايه اللي احنا حطينا بهارات مظبوطه، شوحنا شويحه حلوه، مفيش عندنا ميه نزلت في العظم كتير فما عملش زفاره، ده كله احنا ظبطنا الامور. طب هتعمل ايه؟ الطبيعي الطبيعي زي ما قلنا لحضراتكم ان هي تستوي وتخش على طول على الفرن، وممكن وهي شغاله كده هعمل كده، شوف بقى كده البطاطس على الوش. يا شيماء صباح الورد. صباح النور، ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. يا رب تكوني بخير وكل سنه وانت طيبه. جميل اللي انت بتعمله لنا ده، ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. كل سنه وحضرتك طيب وبصحه وسلامه يا رب، وانت طيبه واولادك بخير دايما يا شيماء. ربنا يخليك. يا اهلا وسهلا بيك يا فندم، تحت امر حضرتك. انا بس ادي والدتي هداء بس كده اقول لها كل سنه وهي طيبه. يا حبيبتي اسم الحاجه ايه طيب عشان تعرف ان حضرتك بتكلميها؟ حاجه سميره صالح. الحاجه سميره صالح هي بتتابعنا؟ ايوه بتتابعك وبتحب حضرتك جدا. على راسي امي، ربنا يخليها ويحفظها يا رب وكل سنه طيبه. بحبك والله وقاعده بتتفرج عليك. يا حبيبتي حاجه سميره امي، ربنا يخليك يا ماما وكل سنه وانت طيبه. طيبه وعيد سعيد عليك يا رب دايما. وعليك وعلى اولادك يا رب. اللهم امين يا رب، اللهم امين. بشكرك يا شيخ، تأمريني امر يا ست كودي، بشكرك جدا، بشكرك شكرا جزيلا، وكمان تحيه مننا احنا كمان الحاجه سميره صالح امنا، كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك يا رب،
بنتك بتحبك قوي، ربنا يحفظها لك يا رب. طيب هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبدا اركب كل حاجه على بعضيها كده اهو، البصل على البطاطس، صينيه بطاطس بالبصل كده بالرقبه الضاني، وكمان عليها الفلفل الرومي اهو كله على بعضه يا حماده شايفه، على الوش مش هقلب انا خد بالك واعمل العفره دي عشان ما هريش الحاجه على الفاضي، انا بس بحاول اوضح كل حاجه بشكل بسيط. واجيب عندي كمان الطماطم واحطها على الوش برده كده اهو، حلو كلام. ادي الصينيه. طيب هتتبلها ازاي؟ هتعمل ايه؟ هقول لحضراتكم واحده واحده. هنجيب عندنا كوبايه عصير طماطم شياكه زي دي، عصير طماطم تقيل شويه. يعني ايه تقيل شويه؟ يعني انا اربع خمس طماطمات على لتر ميه، لا انا مخليهم ست طماطمات يكونوا تقال، شايف الموضوع عامل ازاي؟ طيب هتعمل، اجيب معلقه صغيره قبل اي كلام، ده عبد ده حبيبي يا عبد الرحمن. الو صباح الفل يا عبد. صباح الفل يا سيدي، اهلا وسهلا بيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب؟ قول لي بقى اخبار الحلقه دي ايه معاك النهارده؟ حلو الحمد لله. عجبك الخروف والجو ده؟ اه حبيبي كل سنه وانت طيب. قول لي بقى يا عبد قبل ما تسالني سؤال، بتعمل ايه اول يوم العيد مع بابا وماما وهما بيذبحوا الخروف؟ بروح لقرايبي. حلو، بعد الذبح ولا وقت الذبح؟ لا بعد الذبح. يعني انت بتقف مع بابا وماما مع الجزار ولا بتقول لا انا اخش جوه؟ لا بقعد. حلو، ايه اللي بيحصل بقى؟ قول لي الجو ايه؟ بتحس بايه؟ مبسوط ازاي؟ بتبقى ايه الوضع؟ انت عندك كام سنه؟ انا عندي 11. 11 بسم الله ما شاء الله. انت السنه اللي فاتت شفت باباك جاب خروف وده طبيعي صح كده ولا كان عجل؟ حسب اللي ذبحتوه. واقف انت كده في وسط الجزار مع اخواتك وتجيبوا الاطباق بلاستيك وبتاع ولا بتبقى واقف على جنب؟ لا ببقى واقف على جنب. بتخاف؟ اه. والوضع العام بيبقى شكله ايه قدامك؟ بيبقى صعب قوي. صعب. بتقلق انت من الحاجات دي شكلك؟ اه. بس بيبقى جو لطيف لما يكون كل سنه بنذبح ويبقى الجو لطيف كده. اه بس برضه بتبقى الريحه وحشه قوي. بيبقى في الايه؟ الريحه. اه والله انا شخصيا انا كمان ما بحبش الريحه دي بيني وبينك. بس انا ما رضيتش اتكلم على الريحه، انا بتكلم على الشكل العام، الذبح بقى ولا بيبقى صعب. بيبقى صعب شويه. ها؟ طب انت تحب ان ما يذبحش في البيت ولا نجيب حاجه مذبوحه جاهزه؟ تحب اخد رايك. حاجه مذبوحه. مذبوحه جاهزه. بس انت برضو عارف يا عبد الرحمن موضوع العيد ده كل سنه طيب، طبعا بيجي كل سنه مره ولازم نذبح الخروف والدم والحاجات دي بتبقى طقوس من عمرنا كله. فبنعديها بس هي مره واحده، لكن ما بقاش الموضوع كتير ولا يبقى زحمه ولا غيره. فيعني انت برضو كلامك صح واحترمه، الريحه تبقى صعبه والمنظر الدم وبتاع انا عارف، بس معلش مشيها المره دي. حاضر يا سيدي. حبيبي أنا حبيبي يا عبد، امور يا عبد. رساله حب وشكر لمامتي مروه واختي مريم وبابايا كده. يا حبيبي رساله حب لمامتك مروه واختي مريم واختك مريم وبابايا تامر وباباك تامر. انت اسمك عبد الرحمن تامر؟ اه. بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك يا رب، والتهنئه وصلت وكل سنه هم طيبين. انا كمان وحضرتك طيب. صباح الفل يا عوض، بشكرك لاتصالك. انا صممت بس نسمع راي عبد الرحمن في موضوع الذبح ده، حاجه طبيعي جدا والصح ان احنا نسمع برضو ونعرف كل واحد بيتكلم عن الافضل زي ما هو قال. انا بحترم جدا الاطفال، بحترم جدا كل واحد رايه حاجه في اي حاجه، ولازم نحترمها كلنا عشان هم زينا، هم عايشين معانا في البيت. فلما انا ابقى جابر اولادي على مثلا او ان انا شايفهم في حاجه وهم مش عايزينها، المفروض ان احنا نكون متشاورين مع بعض، ناخد راي بعض. سن ما شاء الله 11 سنه هو عارف وشايف وفاهم ان الدم زياده عن اللزوم، شايف ان الريحه مش مظبوطه، فنحاول على قد ما نقدر نخلي الامور يعني لطيفه. ولكن برضه عبد الطبيعي ان هي كل سنه وانت طيب. تمام. طيب العصير الطماطم حطيت فيه ايه؟ معلقه كزبره، معلقه كمون، معلقه فلفل اسود، معلقه بهارات، تشكيله لو حبيت حبه شطه ماشي، الكلام ده كله. وراح اعمل ايه؟ جايب عليه كمان معلقتين من صلصه الطماطم كده اهو، كمان واحده، معلقتين كبار يعني. حلو كده. واجيب عندي مضرب كده كده اهو، واقلب كويس قوي بالشكل ده. يا منى، منى من القاهره، صباح الورد والياسمين يا فندم. صباح الجمال. ازي حضرتك؟ طيب. يا اهلا بيك يا فندم، وحضرتك طيبه وبخير دايما. انا كمان عايز اعمل رساله حب زي عبد الرحمن. يا حبيبتي تحت امرك، بس لحظه معايا يا منى، ممكن اعمل حركه بس واحنا مع بعض؟ اتفضل. بص انا احط صلصه طماطم كده يا منى على وش الصينيه وهي بتكتك وبتتسلق، على وش ايه الصينيه وهي بتكتك وبتتسلق. تسلم ايدك. تتاكل بحيث ان هي تبقى واخده كل حاجه واغطي عليها وادخلها كمان الفرن براحتي خالص. اموريني امر. ما شاء الله عليك. اتفضلي يا فندم. انا عايزه اعمل رساله حب لبنتي منى. ما شاء الله. زي ما هي في عيد الام غنت لي عندك ست الحبايب يا حبيبه. والله العظيم منى بنتك؟ اه. جت عندنا البرنامج وغنت لك ما شاء الله.
انا النهارده عيد ميلادها، بقول لها كل سنه وانت طيبه، وبقول لها اغنيه صباح تطول قد ما تطول، تكبر قد ما تكبر ما شاء الله. قلب الام، قلب الام هيفضل زي الاول واكتر. الله اكبر، ربنا يحفظها لك يا رب ويخليها لك. كل سنه وهي طيبه، وكل سنه وانت طيب يا علاء. وانت طيبه يا فندم، ربنا يخلي لك اولادك ومامتك. الله يخليك يا وانت فندم. وانت احسن يعني، من انت عنوان للحب، وعنوان للصداقه، وعنوان للرحمه، ربنا يا رب وعنوان لكل معروف شيء. يا فندم ده كلام كبير علينا وكتير جدا علينا. لا حقيقي انت كبير ومقامك كبير عندنا، وانت عارف كده كويس قوي قوي قوي. ده من ذوقك ومن احترامك، ربنا يخليها لك ويحفظها لك وتشوفيها عروسه وتكلميني البارك لها وهي مخطوبه. منى بنتي بشكرك، شكرا جزيلا لحضرتك وكلام جميل، بشكركم طبعا. طيب وانا بتكلم مع الهارم مامة منى، حطيت عندي عصير الطماطم والبطاطس وكل الحركة. بص المنظر عامل ازاي، انا بس جاي على بالي حاجه مش عارف كله هيقبلها ولا لا، ولكن ده هو ده اللي هياكلني. قرن الفلفل الحار ده مش كتير، واحد بس مش كتير، ويا سلام بقى كمان جرش الفلفل الاسود. انت عايز يا محمد الغالي؟ عايز فاصل؟ فلفل اسود على وش كده كده اهو. كنت تليفونات يا عم، بلا فاصل بلا بتاع، سيب دي. حاضر يا عم، ما تزعلش يا عم، خلاص حاضر. حبه فلفل اسود دول شمموني ريحه قويه جدا. اتمنى ان الوقت يساعدنا نحاول اطلع اي حاجه لحضراتكم. والناحيه دي نفس الموضوع، حطيت الرز، قلت ان شاء الله ان شاء الله الموضوع برضو نحاول. هي خلاص دخلت في مرحله التسويه لان النار عاليه عندي ومظبط الامور. الناحيه الثانيه الكفته بتاعت الحاجه في الفرن. هنطلع فاصل صغير جدا، بعد الفاصل ان شاء الله نواصل. اتفضل يا فندم. ثانيه معانا ابو هناء. طيب كنا قبل الفاصل يعني الحمد لله شغالين، يا رب ان شاء الله. يعني احنا خدنا حاولنا نسرق كده من زمايلنا كتر خيرهم اصدقائنا في الام سي ار والاستاذ شهاب والسيد جزوي، ادونا 10 دقائق بعد الفاصل عشان نحاول نطلع حاجه لحضراتكم طبعا، عشان بس الموضوع يكون لوجيك. انا حتى بقول دايما لما حاجه ما بتستويش من انا على فكره يعني دايما بقول لحضراتكم بكل وضوح، لو ما استويتش حاجه ما تعبش الشيف، بس العيب الشيف ان يطلع حاجه يكون مش مستويه ويقول ان ايه رايكم في دي. ده خطا، ده خطا في حق يعني في حقي انا شخصيا لو انا عملت كده. فبقول لسه فاضل لنا نص ساعه، مش عيب. اصل هو احنا كلنا عارفين كل حاجه، ما حدش فينا يعني الكاميرات دي ما هياش شطاره على عينينا، بالعكس الكاميرات دي بتنور لنا كل حاجه بنشوفها. فانا بقول دايما لو الحاجه ما استوتش ما تقول هو ايه العيب، وانت كنت واقف مثلا بتعمل حاجه ثانيه، ما انت بتطبخ وبتحاول توضح. فدايما بحب اكون واضح مع حضراتكم، حاجه ما استوتش يبقى ما استوتش، ما هو ده مش عيب شيف، ده يعني ولا عيب وقت، هي في حاجات ابدي منها او ابدا منها. هي لما تستوي دلوقتي مش تاكل على طول، انا مش غنيش تتاكل على فكره، انا يشغلني الطريقه، التحضير، التسويات، التفاصيل، الفايده، كل حاجه ليها علاقه بالمطبخ او بالطبخه نتكلم عنها، ودي اهم شيء. الفينش في الاخر، ما ممكن على فكره يعني في شغلانتنا ممكن نقدر نخلي الشكل طبق حلو هو ما استواش. ودي كمان انا شخصيا بقى كمان يعني انتوا ما تعرفوش عني بقى بعض الناس، ان انا كنت زمان فود ستايلست، يعني ان انا شغلانتي اني كنت زمان المع الاطباق في بعض الاعلانات اللي بتشوفوها زمان جدا مش دلوقتي خالص، يعني الاطباق اللي بتشوفها شكلها حقيقي وبتاع، كنت انا بقعد العب فيها كده لحد ما تطلع الطبق شكل الديك الرومي، تحس ان هو لسه طالع من الفرن وهو كان بيبقى ني يعني كمان. بس انا ما بحبش اعمل كده، انا في هوا يبقى لايف، يبقى مصداقيه لحضراتكم كامله زي ما بقول زي ما بيحصل، عشان حضراتكم لما تخشوا المطبخ تجربوا او تعملوا حاجه على اعمالها تبقى زي ما انا قلت، ما تبقاش راجل قد نص كلامي يعني زي ما بيقولوا كده بعرف. تعال نطلع الكفته من الفرن ان شاء الله. بسم الله. اهو كفته عشان خاطر يا حاجه. اهو شايف الكلام يا حماده؟ حاجه بسيطه جدا. نجيب حبه بقدونس احطهم في الاول. زي ما قلت لحضراتكم شفت صباع كفته كان شكله عامل ازاي، بقى كده بيتي، معموله بيتي. طبعا لو احنا حبينا نخليها معموله بشكل المحلات يبقى لازم طبعا اكيد شوايه، ولازم اكيد كمان نحط لها حاجه من جوه عشان نخليها متنفسه ما تبقاش مكتوبه زي كده. دي طريقه ودي طريقه. بس انا لو عملت كده الحاجه وام كل امهاتنا مش هيعملوا كده، هم عايزين يعملوا كفته سريعه وبسيطه وتتاكل على طول وبالهنا والشفا. ده نص كفته ده على ما اعتقد، لطيف حلو مش 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 وحش يعني. تطلع بيه على المائده عشان خاطر يقول لي يا حاجه يا رب تكون عجبتك وتبقى بسيطه جدا. ده طلب، الطلب مننا امبارح. نعم يا فندم. يا هاجر صباح الورد يا فندم.
الو. اي يا شيخ. اهلا وسهلا بيكي. ازيك؟ الحمد لله يا فندم والله. اخبارك انت ايه؟ تمام الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. كلمت حضرتك قبل كده؟ لا يا فندم. كلمت حضرتك؟ ده شرف ليا والناس كلها طبعا. تحت امرك، امريني امر. لا لا شكرا، مش عايزه من حضرتك حاجه. انا كلمت حضرتك قبل كده لما حضرتك كنت عامل صينيه تقريبا بتنجان بالبشاميل. حلو. وكانت حلوه ولا كانت وحشه؟ انا عملتها. وطلعت حلوه ولا وحشه؟ يعني وسط بصراحه. نص نص. طب كان ناقص فيها ايه او كنت عايزه تزودي ايه؟ يعني أو... انا كترت الثوم شويه. يعني العيب من عندي ولا من عندك؟ قولي لي بس كده. لا من عندي طبعا. لا لا يا حبيبتي، ممكن يكون حاجه عاملها روعه. قولي لي نعدلها مع بعض، ده حاجه ما تزعلش خالص يعني. ممكن عادي جدا، انا بقبل جدا يعني. انا ما بشوفش بعد ما انكش عشان تقولي اي حاجه فيا يعني، ده انا من الناس دي. المهم اكلتيها يعني في الاخر ولا لا؟ ايه اكلتيها في الاخر ولا لا؟ مش سامعه. بقول لحضرتك اكلتيها في الاخر ولا لا؟ اه لا اكلتها يعني. انا الوحيده اللي اتدبست فيها بصراحه. بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. عواد كل مره تحت امرك يا هاجر. صباح الورد عليكي، وكل سنه وانت طيبه، وعيد سعيد عليكي يا رب دايما. الو يا هاجر. فصل من عندها. ماشي، الله ما فصلش من عندها. هاجر هتكلمني تاني وهتقولي اللي فصل مش عندها او من عندها. طيب مين يا سيدي؟ بص بقى كده، دي شايف المنظر ده عامل ازاي؟ مش محتاج بقى زي ما قلت لحضراتكم من شويه ان اقلبه بقى كتير واخلي الدنيا، لا انا عايز كل حاجه واضحه قدام حضراتكم كده. ادي صينيه الرقبه الضاني، طلعت من رقبه الخروف نزلت في الحله. منتهى البساطه، كل حاجه واضحه قدام حضراتكم. انا عايز اقلب بس اتقل سنه، هقلب بس مش دلوقتي، خلينا كده ايه ثابتين. طبعا ممكن استغل الحله دي لكنها طاجن واسيبها في الفرن، ده عادي، بس انا شايف ان النار هنا قدامي اقوى، فعشان كده حبيت ان اخليها زي ما هي، وابدا برضو احاول اقرص عليها وانجز نفسي تطلع منها حاجه. هنا عندي كبسه شغاله خلاص على وشك برضو ان شاء الله اهو. انا قطعت الزند نصين وانا شغال، بحيث ان برضو الحاجه تكون غطسانه اكتر في المرقه، غطسانه اكتر في الرز، وتبقى معايا مستويه بشكل لطيف، وان شاء الله هتبان في الاخر لو كان زياده او نقص. يعني عايزين نختم. انا عارف ان انا ما يعني هقول لكم ايه، كتر خيركم. طيب تعال نطلع الصينيه ونشوف كل حاجه واحده واحده، ونقول برده كل حاجه. انا ما عنديش مانع الصينيه دي، انا بعتقد نشوف بس ايه اللي تحت، عشان انا عايز اعرف بس كل حاجه مع حضراتكم برده، بحيث نبقى واضحين. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا يا فندم؟ شايف انا بتكلم في ايه؟ شايف الجوز ده بقى لما ينشف شويه واللحمه تبدا تاخد تكمله تسويتها، وكل حاجه هتبان في الاواخر. اهو اهو اهو، دي صينيه رقبه ضان بالبطاطس والبهارات وقرن فلفل شطه في النص. الموضوع واضح جدا وبسيط. طب ايه رايك لما نعمل حاجه حلوه قوي يا خالد؟ هنختم من هنا. ايه رايك بدل ما نودي، لان لسه ما استوتش، مش على الناس، هجيب لك طبق كفته جنبي. حلو الكلام. وهجيب لك كمان صينيه الكبسه بالزند جنبي، حس ان يعني الموضوع يكون واضح. ادي طبق كفته يا سيدي، ووسع لحضرتك كده كل حاجه ماشي. وهجيب لك الناحيه الثانيه كمان الكبسه عشان برضو نبقى واضحين. واختم براحتك خالص، وسيب الحاجه تكمل تسويتها، وانا اخلي الشباب زمايلي يصوروا بعد التسويات ونحطها على صفحه الفيسبوك، نبقى بيفور وقفت. اي كلام طبعا، بس يعني لو حابين نعمل كده انا ما عنديش مانع، بس انا بقول ان كل حاجه واضحه قدام حضراتكم بشكل بسيط، وده اهم عندي حاجه في الدنيا. اتفضل يا فندم. ادي هنا كده كده اهو، ونسيبها شويه تكمل. هو ده خلاص، بص فاضل له يعني قليل جدا بس برضو. شايف الرز بدا يستوي اهو، شايفه؟ بس طبعا اللحمه شويه عليها، شايفها؟ انا ممكن اسكت على فكره خالص واختم واسكت وما تتكلم، بس بحب دايما والله اكون صريح مع حضراتكم، وده اهم شيء. بس خلاص سيبها بقى تكمل تسويتهم. نصايه، انا شايف ان هي فيها نصايه، وده ربعايه، اقل من كده ان شاء الله لو ما كانش استوت اللحمه وتم التبل. دي كانت حلقه بسيطه جدا، بكره ان شاء الله بكره ايه؟
الاربع ان شاء الله مظبوط. بكره طبعا اكيد مش هينفع نعمل اكل اطفالنا لان عندنا الخروف الاستاذ ده اكيد هنشتغل بيه وهنطلع منه طبق واتنين ونحاول برده نظبط امورنا بحيث برده نوضح كل يوم لحد ان شاء الله اخر يوم في الاسبوع ليله الوقفه نوضح كل حاجه على كيفيه الشراء على كيفيه البيع على كيفيه نشتري ازاي الخروف ده كله ان شاء الله حضرتك تشوفوه في الايام اللي جايه. وكمان هنطلع ده نطبخه ايه زي ما عملنا النهارده الزند كبسه عملنا الرقبه صينيه المفروم يطلع منه كفته ويطلع منه حاجات كتير جدا واحده واحده مع حضراتكم لحد ان شاء الله ما نعيد بخير وحضراتكم عندكم كل المعلومات الكافيه لكل حاجه ليها علاقه بالذبح. كل سنه وانتم طيبين حلقه جديده والسلام عليكم.